صباح الخير يا عمر. اهلا اهلا، صباح النور يا حبيبتي. انت لسه صاحيه ولا ايه؟ اتاخرتي النهارده. فعلا انا سامعه اصوات غريبه كده في الشارع، الظاهر العربيات النهارده دوشه قوي. امال فين طنطم؟ لسه مصحيتش؟ لا لا والله لسه مصحيه، انا صحيت بدري اول واحد فيكم النهارده، وقعدت اتفرج بقى على التلفزيون، قلت على ما تقوموا براحتكم يا ريت بقى تخشي تصحي طمطم علشان انا جوعت قوي، يا دوبك على ما تبداي تحضري الفطار. حاضر حاضر، انا هدخل اصحيها وهجهز لكم الفطار حالا. صباح الخير يا بابا. اهلا اهلا حبيبي البابا، تعالي يا طمطم هنا جنبي. حاضر. صباح الخير، انتوا صاحيين من بدري؟ ايوه يا حبيبي. هي ماما فين يا بابا؟ انا جعانه قوي. ماما دخلت تحضر الفطار يا طمطم يا حبيبتي، دلوقتي تيجي. في دوشة جامدة قوي في الشارع يا بابا، هما بيعملوا حاجة جنبنا؟ الظاهر دول عمال شغالين. طيب يا بابا انا جعانة، انا عايزة اروح اقول لماما بسرعة شوية، انا جعانة قوي. روحي روحي لماما يا طنطم المطبخ. ماما ماما. ايوه يا طنطم يا حبيبتي، صباح الخير. صباح النور يا ماما. نمتي كويس؟ الحمد لله. انتي بتعملي الاكل؟ ايوه يا حبيبتي ماما، بعمل الفطار. ممكن تاخدي العيش تحطيه على الترابيزة هناك يا طنطم؟ حاضر. طيب ممكن هغسل وشي واجي على طول اساعدك. ماشي يا حبيبي. خلاص يا طنطم، حطيتي العيش على الترابيزة؟ ايوه يا ماما حطيته. طب نبليه بقى البيض واللبن من التلاجة وكمان البطاطس، وايه تاني وايه تاني؟ انا معايا هنا السجق. ماشي حاضر يا ماما حالا. انتي قلتيلي يا ماما اجيب ايه؟ هاتي البيض يا حبيبة ماما والبطاطس، وفي عندك كمان جبنة. تحبي تاكلي جبنة نستون ولا جبنة بيضة؟ لا نستون. طيب هاتي الجبنة وهاتي ازازة اللبن اللي عندك، وهاتي البيض وبطاطس. حاضر حالا يا ماما. هي طنطم رصيتي حبيبتي كل حاجة اديتها لك على الترابيزة؟ ايوه يا ماما حطيت كل الحاجات، ما عادش فاضل غير السجق بس. خلاص انا خلصته عندي اهو هجيبه. ادخلي بقى انت نادي البابا علشان نقعد نفطر كلنا مع بعض. حاضر حاضر يا ماما. يا سلام، ايوه كده يا منى، يا سلام بقى لما بيبقى مزاجك رايق وايه وتعملنا فطار كده هايل. يلا بسم الله يا جماعه. بالهنا والشفا يا عمر يا حبيبي، بالهنا والشفا يا طنطومه. يلا كلي يا حبيبتي علشان تكبري وتبقي قويه. شكرا يا ماما. عايزاكوا تخلصوا الاكل ده كله، وكمان اللبن ما تنسوش. حاضر حاضر. نم 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 نم. الله الاكل تعب قوي يا ماما. بالهنا والشفا يا حبيبتي يا طنطومه. وانت ايه رايك يا عمر؟ لا بصراحه الاكل جميل، تسلم ايديك يا منى. الله يخليكوا يا جماعه، انتوا بتحرجوني والله كده. نم 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 نم. سنتك يا حبيبتي ايه اللي جرى؟ وريني كده سنتي. اهي يا ماما وريني، انا سنتي طلعت كده يا طمطم، وريني. الحق يا عمر، تعال شوف. ايه يا جماعه ايه يا جماعه، في ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لك يا طمطم يا حبيبتي؟ يا بابا سنتي. يا خبر يا خبر، دي فعلا سنتك اتخلعت يا طمطم. يا حبيبه بابا، دي اول سنه تتخلع لك يا طمطومه، انت خلاص هتكبري ولا ايه؟ لحقني يا بابا، بتوجعني قوي، مش عارفه اكل. معلش يا حبيبتي معلش، سيبي الاكل دلوقتي شويه كده على ما ننشف بس الدم ده، وهتبقي كويسه ان شاء الله وهتفطري تاني. انا عايزه اكل البيضه، طعمها حلو قوي. طب نعمل ايه دلوقتي؟ طيب خلاص خلاص يا عمر، خلاص انا هشوف الموضوع ده. اقعد انت يا حبيبي كمل فطارك، وانا هاخد طنطم على الحوض اغسل لها بقها واجيبها. يا ماما يلا خديني خديني. الحق الحق يا بابا، شوف سنتي وقعت، شكلها عامل ازاي. فعلا يا طمطم يا حبيبتي، سنتك فعلا وقعت، دي اول سنه تتخلع منك يا طمطم. ايوه يا بابا، اول مره اشوف سنه ليا بتقع، انا زعلانه قوي. هي مش هترجع تاني كده خلاص؟ لا طبعا، ازاي يا طمطم؟ لا هترجع طبعا يا حبيبتي، وهيطلع لك سنه كمان اكبر واحلى منها. بس انت عارفه بقى تعملي ايه في السنه اللي في ايدك دي؟ هعمل ايه يا بابا؟ شوفي بقى يا طمطم، احنا كنا زمان لما سنانا بتتخلع كنت باخد سنتي واقف في البلكونه
واقوم ايه رميها في الشمس واقول يا شمس يا شموسه خدي سنه الجاموسه وهاتي سنه العروسه. انت بتقولي يا بابا انت موتني من الضحك، يعني انت جاموسه؟ اهي تخاريف زمان اللي كنا بنعملها دي والله يا طمطم. يلا جربي وانتي ونصيبك. لا بس انا عايزه سنتي تطلع تاني، وبعدين انت بتقول عليها تخاريف، انا هعملها ليه؟ وبعدين معاكي بقى يا طمطم يا حبيبتي، انت تفضلي ماسكه سنتك كده وواقفه تعيطي علشانها؟ هاتي يا حبيبه ماما، ما تسمعيش كلام بابا في الكلام اللي بيقوله ده خالص. احنا هنحتفظ بيها، نلفها في منديل ونحطها في كيس صغنن كده ونقفل عليها علشان نحتفظ بيها، تبقى احلى ذكرى يا حبيبتي الاول سنه اتخلعت من بق بنتي. حلو ده يا ماما، بابا كان بيقول لي حاجات غريبه قوي بتضحك. يلا يلا دي حاجات كنا بنعملها زمان كده كانوا بيقولوها لنا، بس والله ملهاش اي لازمه يا طمطم. ماشي يا ماما اتفضلي بقى عينيها لي علشان لما اكبر وابقى كبيره زيك كده واتجوز ويبقى عندي بنوته صغيره اوريها لها. ايوه تبقي توريها لبنتك وتقولي لها دي اول سنه وقعت من اسناني. ماشي يا ماما. هاتي يا حبيبي ماما. حبايبي الحلوين جمهور قناه العابي، ايه رايكم اللي حب الفيديو بتاعنا يكمل معانا فيديو تاني من فيديوهاتنا المميزه؟ وما ينساش طبعا يشترك في قناتنا ويضغط على علامة الجرس. تابعوا معانا، مشاهدة ممتعة. صنفور يا صنفور صنفور صنفور، يلا يا حبيبي اصحى بقى يا صنفور. صنفور اصحى بقى يا صنفور، كفاية نوم كده، يلا يا حبيبي عشان المدرسة. ماما سيبيني شوية يا ماما، انا عاوز انام شوية، بصي يعني شوية صغيرين كمان. لا يا صنفور عندك مدرسة ولازم تصحى. لا يا ماما عشان خاطري مش لازم مدرسة النهاردة، النهاردة اجازة. صنفور يلا يا حبيبي صحصح وقوم اغسل وشك على بال ما اعملك السندوتشات. يا ماما انا مش هنام دلوقتي، انا هنام شوية كمان. يلا بقى يلا يا صنفور، انت كمان هتديني ظهرك، يلا يا صنفور. يا ماما سيبيني شوية بس كمان يا ماما، انا عاوز انام. يلا يا حبيبي ما ينفعش كده، هتتأخر على المدرسة. يوه كل يوم مدرسة يوه. يلا معلش يا حبيبي. اعمل لك ايه بقى النهاردة يا صنفور؟ اعمل لك ايه وبعدين؟ هو بيحب البرجر، انا هقلي له برجر بقى بسرعه كده، احنا صاحيين بدري النهارده. اجيب البرجر بقى عشان يلحق يفك بسرعه. يا سلام عليكي يا صنفوره، مفيش احلى من ان الواحده تعمل كل حاجه في البيت. يلا يلا يا ماما صنفوره مفيش وقت. يلا يا صنفور خلصت لبسك ولا عملت ايه؟ ايوه يا ماما ملبس اهو. طيب يا حبيبي انا خلاص بقلي لك البرجر وهخلص لك السندوتشات. مش عاوز سندوتشات معايا يا ماما. صنفور قلنا ايه، لازم تاكل كويس. قدامي شوية. خلاص يا ماما صنفورة كفاية كده، اطفي بقى البوتاجاز. نجهز بقى التوست كده عشان ايه نحط فيه البرجر. صنفور عايز كاتشب؟ لا صنفور ملوش في الكاتشب قوي، بس كده اسيبهم بقى يبردوا شوية على بال ما اشوف صنفور عمل ايه، لبس ولا عمل ايه. انا خلصت يا ماما وجيت. ايه رأيك بقى ولبست شنطتي كمان؟ تعالى يا حبيبي انا كنت لسه هجيلك. جهزت اقلامك وجدولك كويس يا صنفور وخدت كل حاجه؟ ايوه يا ماما حطيت كل حاجاتي في الشنطه بتاعتي. اوعى تكون ناسي حاجه يا صنفور، رجعت الجدول كويس زي ما علمتك؟ خلاص يا ماما انا خلصت، حطيت كل الكراسات بتاعت المدرسه والسكتش بتاع الرسم والاقلام والالوان، ما فاضلش بقى غير العصير والبسكوت بتاعي. هو فين؟ انا حطيتهم لك في الشنطه يا حبيبي، انت ما شفتهمش؟ انت جهزتيهم من بالليل بقى. ايوه حبيبي جهزتهم من بالليل، تعالى بقى اقعد
وكلك سندوتش دلوقتي وخد التاني مع دونا. لا يا ماما انا ماليش نفس، مش عاوز اكل حاجه دلوقتي. طالما حطيتيلي العصير والبسكوت كده خلاص بقى تمام، امشي بقى انا على طول. طيب يا حبيبي يلا عشان احط لك السندوتشات في الشنطه. ماشي يا ماما. يلا يا ماما مزلوق خالص، اعمل دي على نفسي يا ماما افتح الباب. ودي كانت لعبتنا النهارده يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات اكتر شخصيه حبيتوها وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت هتعجبكم خالص. ولكل اصحابنا اللي بيشوفونا لاول مره ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامه الجرس عشان يوصلكوا كل العابنا الجديده اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكره يا اصحابي مع لعبه جديده وفيديو جديد من قناتكم الجميله قناه العابي. باي باي يا اصحابي.